السلام عليكم الوالدة. وعليكم السلام ورحمة الله. اش الوالدة واش موجودة؟ والله ولدي ديما انا واجد. هذه المرة المناسبة الوالدة قربات. وشحال راه من الفال انت؟ الغياط على برا، العرس بدا والفرح بدا، كلشي راه هو هذاك. الحمد لله ولدي، الحمد لله، وبلادنا هي هذه، اللهم لك الحمد، فين ما مشيتي الفرحة كاينة، العرس كاين، السبع كاينين. الحمد لله الوالدة. والله يقوي الخير ان شاء الله. هادنا كما كتشوفوا حصه شنو كاين عندنا ان شاء الله يا ربي. تحيه للمتابعين ديالنا، بعدا نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. كما كتشوفوا هادنا ان شاء الله غنمشيو عند اختي بشرى ان شاء الله باش نزيدو نهضرو مع خويا ادريس ونناقشو ان شاء الله، نناقشو واحد الامور هي الاولى ان شاء الله، غنشوفوا الاسماء ديال الوليدات ان شاء الله يا ربي، ومناقشه ثانيه نشوفو ان شاء الله بالنسبه للاسبوع باش نطلع ان شاء الله للدار باش نوجد التحضيرات ونسيق الدار ونوجد، راكم عارفين ان شاء الله يا ربي. المهم كلشي غتشوفوا ان شاء الله مع خويا ادريس، كلشي درجه درجه غنناقشو معاه ان شاء الله يا ربي. وحاجه ان شاء الله حتى ما كانت شي مناسبه ديما تكون معكم الناس سبحان الله. ديما مسكينه ديما هي الاولى. ايوا ضروري. وحيا المتتبعين ديالنا، كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. ضروري بحال الامور هادو، الا ما كنتش مع اختي حصه ما كانتش معايا، راه ما كاينش اختي. يعني حنا الحمد لله عائله، وهي تتحسبني انا هي اختها وانا كذلك. الحمد لله من البيت ويكون نكونوا لبعضياتنا ونتعاونوا، واي حاجه كانت فيها امي حليمه وصوره رشيده راه خصني ضروري نكون. ربي يخليك يا اللي مرحبا. صاري شي السميات، خلي كل واحد يختار السميه شنو غادي يدير. انا خسرت المخمرات. المهم انا مخمر عادي. ما تبارك الله، انتم تبارك الله، متتبعين كيجي بزاف. لا تيجي بزاف تبارك الله. شوف ايوا الله يعطيها الصحه ان شاء الله. يا ام حليمه اللي واش الطريقه المخمر يدخل عليها ان شاء الله. يا المتتبعين ديالكم والله يرضي عليكم والديكم وتعاونوا مع ماما، والله يسهل عليكم والله يرضي عليكم. رشيده فاطمه سميت واجدين موجودين، دابا غنهزوا هادشي ان شاء الله وغنمشيو عند العائله ديال العريس ولا شنو دابا؟ ديال العرس ان شاء الله يا رب. حس الله غادي مشى الفركي على برا، كاين شي عرس برا شنو عند العائله ديال العريس؟ الله يلاه الفرد ديال العرس قبل الاهتمام دابا ان شاء الله. وغتصيفوا معنا السميات. تلاقيت مع العروسه في الطريق وبقيت هنا الغياب. الحمد لله الحمد لله. يلا بسم الله بقاو معنا ان شاء الله يا ربي، ما تشوفين بما وصلنا عندهم رشيده ان شاء الله وماذا سيقع سيحدث ان شاء الله يا رب. ايوا ها حنا وصلنا عند دريس ولدي وبشرى. انا غندق انا احسن يا ولدي. دق صافي الوالده ندق انا نيت ندق. الله يبارك الحمد ان شاء الله. قريب باش نحصى يا ودابا ان شاء الله غنبداو. راه بزاف ديال الاسماء كيدوروا لي في عقلي. بسم الله بس بن الله يرضي عليك ودي. الله يبارك فيك ودي. الله يرضي عليك زين. شوف 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 عليك على خير وفي خير. الله يحفظك خويا ادريس، بارك الله فيك. حفصه شنو كتقولي ادريس دابا ان شاء الله يا ربي؟ ايوا دابا ان شاء الله خويا ادريس غندخلو نتناقشو ان شاء الله باش نطلعو نوجدو الاسبوع ان شاء الله ونسيقو الدار ان شاء الله يا ربي. ياك ادريس؟ يا بغينا مكره شخصي، بغينا نديرو الفوق عندي والله مكره. علاش اخويا؟ غادي نهزو الدراري عاوتاني نطلعو الفوق والطريق شويه مكرفصه. ما كرهتش اختي حصه، الا تعبتوني قناه محبوبه كيبين نديرو غير هنا نديرو خيمتنا الا بغيتو اخويا. حسنا انت الطبيعه وهذا ولا عاوتاني شوفو تنامات ياك راني عطيتي اخويا. شوف ادريس يعني قلتي في هذه الساحه هذه على رشيده بنتنا اخويا في هذه الساحه هذه. وشنو غنديرو في هذه الساحه هذه؟ غنديرو الخيمه ان شاء الله ونديرو الكراسي ديالنا نديرو كلشي. بعدا اللي جا هنايا الحال قريب وهذا بلا ما كيطلع ديك الكوديه. غادي نحاول نشطو معاهم ديك الكوديه علينا الدار الى خاصو الماعن هادشي اللي كاين قريب علينا الدار مال فوق راكم عارفين المتتبعين هذا العاب ديال الحبصيه جات علينا في الخطوبه ودوز هنا ودوز هنا مزيان حسن اللي بلا ما صافي اللي بغى دريس هي اللي كاينه ان شاء الله. لا لا هذه فكره زوينه الصراحه ودي لا فكره يعني كيفاش انت كتفضل اخو دريس تفضل هنا الصراحه؟ هنا زوين هنا زوين. اي واحد جا بعدا كيجي على الطريق النيت كيلقى كلشي مزيان هنايا. شنو كتقول يا ماما انت موافقه مع ادريس؟ قالت لي ديك البلاصه زوينه انا ورشيده راه ملي جيت نتذكروا عليها. كاع الناس اللي بغيو يجيو لعند ادريس غيفضلوا لهنايا حيت ديك العقبه اللي ما كيقدرش يطلع العقبه الطوموبيلات ما كيطلعوش كلهم غير بيكوب ديال هذا اللي كتطلع. وكتهرس مسكينه كيهرسها كيطلع كيهرسها. اش بالك فاطمه في هذا القرار اللي قالنا ادريس؟ ايوا صافي الشيء اللي كاين ما كاينش مشكل. الله يرحمها هنايا الله يرحمها ما كانتش باغيه تدير الدار. الله يرحمها
خويا الله يشافيك الله يكبر حالك. صافي تعرف صراحه عندي شي خيمه ان شاء الله كبيره. ترى غادي ندوز الاسره شي هو طلعي وتسيقي وتقادي وديتي تحضيرات معاهم. الله يلا ان شاء الله غدا نطلع انا وانت فيها. ايوا شوف ولا جانا. شوف الزين شوف 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 البطا شوف البطا الصغير شوف 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 يلا سيدي يلا شوف. بسم الله بسم الله يا الحبيب ديالي. بسم الله بسم الله قلت لهم ما دخلنا يدخل الخير والرزق ان شاء الله. هذا الشيء اللي كاين الوالده شوفوا هذه الوليده ان شاء الله تعمر مياته ان شاء الله يا ان شاء الله ان شاء الله. ربي بسم الله. السلام عليكم الحبيب. السلام عليكم. الله لا حجبنا عليكم حسن يعطيك العراق كتبتي شويه كتبتي مع التمره وشقه ربي يخليك الحبيبه ديالي. طيب ايوا بشره كي دايره الحبيبه. شوف بشرى بخير احصى فك شي خطي الوليدات طيب واحد شويه مش حاسس شويه غير بس بقى ولدي وهنا ان شاء الله. امين يا ربي امين. نعطيهم واحد شويه شي بشرى عافاك نعطيك الكلمه عافاك شي بشرى. قلت لي صافي تدريس بلي غدا غدير لهم الشوكه ياك. والشوكه ضروري خصك السميات. ايه ضروري. هذا النهار غنسميو ان شاء الله يا ربي مع المتشدين. شنو خسرتي في السميات ابو شرى؟ عقاب زير ما عرفتش سميتو انتوما. شنو بالك احصى في هذا الشيء؟ ما شاء الله نشوفو نديرو القرعه دابا حتى واحد فيه يبقى في الحال كله يقول سميتو ياك ابو شرى. واش نديرو القرعه ولا نتفقوا على السميه مع المتشدين خاصه؟ دابا القرعه غتجينا نقدروا نطيحوا في شي سميه ما غاديش يكون متفق عليها الكل. حنا غندير واحد القضيه كل واحد يقترح سميه هذاك الشيء وفي التالي غنقولوا دي السميه ديال فلان هو اللي هي اللي عجبتنا. صافي ان شاء الله. صافي صافي هذه احسن حاجه. صافي يا بشرى. صافي واش انتم تكونوا راضيين عليها وباغيينها وتكون يعني هادشي اللي كاينه فهمتيني هادشي اللي كاين برضا الجميع ان شاء الله. غنختار وبشرى تختار. بشرى تختار صافي صافي. يلا بقاو معنا في موجوداتين ان شاء الله يا ربي نديروا كاسكروت ديالنا وغتشوفوا السميه ديالنا اللي غتختار اختي بشرى. اختي بشرى كيبقى شي فيها لاباس بعدا. الحمد لله راك مروت تبارك الله الشم دابا والله تبدلت تبارك الله. ودا بشرى ولات دنفوزها اللهم لك الحمد ولدي. شنو كتقولي اختي بشرى الناس اللي اتصلوا بيك وسولوا فيك؟ راه كنشكرهم بزاف والله الا فرحونا بزاف والله يعاونهم والله يزيد لهم في الرزق. امين ابنتي امين. بشرى مسكينه بزاف مسكينه. نشكركم انتم انتم بزاف. وشنو بالك في هذه القضيه اللي قالت فريزيا كنديروا السبوع غير هنا ما نديروش فوق؟ شنو بالك بشرى انت؟ شنو كتقترحي انت الصراحه شنو بغيتي انت؟ واش هنا واش انا ما قلت لي لهنا لا اللي قلت لي خليهم هما انتم اللي يعجبكم ديروا. ولكن قالنا بليس نديروا هنا الخزانه يعني الطريق تما وغتعذبوا وغيديروا الدراري هذا. ما طلع ما الطونوبيلات ما يقدروش يطلعوا تما. خاصها شويه القضيه سي بشرى. ايوا المهم تما كانت الروحه. سي ماما وسي واحد الساعه تصايبوا لنا اتاي. ان شاء الله حتى نجيو نكملوا ان شاء الله. كما كتشوفوا المتتبعين ديالنا كل واحد دابا اختار الاسم اللي صراحه عجبو. نتمنى حتى المتتبعين ديالنا يعجبهم. انا اول اسم اختاريته هو خالد ويوسف. وي رشيده. يلا شنو اخترت ماما؟ زيدي رشيده. علي وعمر. وي الصراحه علي وعمر كان اختيار زوين. علي وعمر من الصحابه ديال الرسول من اصحاب الاصدقاء ديال الرسول عليه الصلاه والسلام. كانت سميه واعره. وليده شنو اختاري شنو لقيت لك تمايا؟ انا غادي نعطي رشيده. يلا شنو اختاريتي تمايا؟ احمد ومحمد. وي الوالده الوالده عجبتك السميه اللي اختاريتي باش عاونتك؟ هادو كانوا هادو السميات بجوج بهم ديال الرسول عليه الصلاه والسلام. باش كانوا تيتبشروا باللي غيتزاد واحد الرسول كانوا سماوه احمد. تبارك الله. وملي تزاد سبحان الله العظيم تسمى بمحمد. محمد. نعم يعني احمد هي محمد. هي بحال بحال. احمد هو محمد. هو ماشي شويه هذا مزيان السميه ديال محمد تكون في العائله. شنو ولدي ذاك؟ وبعض المرات الا كانت عند والد ولا هذا ماشي مشكل. كيتسماوا الاولاد عاوتاني على حاجه اخرى. هي الدراري بشكل والوالد. دابا حنا الوالد ديالنا سميتو محمد. محمد هي ولدي. والوالده كانت فكره الصراحه زوينه. والله ان شاء الله محمد واحمد. شنو اخترت حصا خلاص باغي الاختيار ديالها؟ صراحة سمية اخترت من الاول جادوئيات. الله يعطيك الصحة يا ودي حصا صح. وغادي نشوفوا حتى فاطمة شنو اخترت عاوتاني؟ ماما عمار وبشار. عمار وبشار الله يعطيك الصحة. وسبقوا لنا على فاطمة. خالتي حسنية اخترت الحسن والحسين. الله يعطيك الصحة ديال ام حسنية. ويا سميتها بنت حسنية. سمعني يا ام الحسن اسمها بنت حسن الحسين ما ساتنيش. خويا دريس شنو سميتي نتايا؟ خويا السلام عليكم خوتي المشاهدين. انا
رشقات لي على عثمان وعدنان. عثمان وعدنان سميها واه راه الصراحه. وغنشوفوا الام اللي حملته 9 شهور حتى 9 شهور تعذبات عليهم وهي اللي تكرفصات عليهم وهي اللي الصراحه كاع من حقها تسميهم بلا ما ندخل حنا كاع حتى شي شخصيه. ايوا ولدي داك الشيء. انت واش شنو اختاريتي؟ امين وامير. شوف امين وامير. الولد خليك هكاك. اه مولاي. خليك امين. امين وامير. ايوا دابا غادي نديرو. دابا صراحه غيكون التنافس ما بين الجوج ما بين عدنان وعثمان وامير وامين. امير وامين. يعني الوالدين هما اللي محقوا انهم يسميو ولادهم لان صرتو الام هي اللي كتكون معذبه صراحه لمده 9 شهور وكيكون واحد يعني واحد ثقل واحد يعني ما غايحسش بداك الشيء غير اللي مجرد. نتمنى من الله سبحانه وتعالى يترباو في عزهم وتشوفهم ان شاء الله كيما بغات في المراتب العليا ان شاء الله يا رب. ندير واحد الاجتماع بسيط وخفيف ونقروا فيه ان شاء الله يا ربي اش من سميه بالاتفاق من الجميع. نصوتوا على الاسماء ديال الوالدين. صح الوالدين نخليو غير الوالد دابا ما خرجش الوالده من سميتها. غنمشي لحسن وحسين وغنمشي عمرو بشار وغنمشي علي وعمر وغنمشي شنو اخر حسن وحسين واحمد ومحمد خمسه تسميات ويوسف وخالد. يوسف وخالد غادي يمشوا يعني غيبقى امين وامير ويبقى عثمان وعدنان. من الاحق اللي غادي يسمي التسميه واش انا غادي نشوف كلكم جات وصل حسيت هما هي اللي تبدا كتجمعوا اخويا خويا ادريس خونا بعدا يا تي باش نتفقوا انا وادريس شنو غندير بعدا. صافي بان وبان السميه صح نشربوا بعدا اتاي ويسير اتاي زوينه اسماء زوينه اللي هي في المستوى حولنا ما امكن اننا نختاروا اسماء اللي كانت مذكوره في عهد الرسول كانوا صحابه الرسول وحتى الاسماء ديال الله سبحانه وتعالى. صح عبد الرحيم عبد الكريم غير ملي تجيو التوام كتحاول تجيبي جوج سميات اللي كيمشيو بعضياتهم. داكشي اللي كاين ونتمنى من الله سبحانه وتعالى كما قلت لختي بشرى يكبركم في عزهم يا ربي كما كان سواء عثمان وشنو وعدنا ولا امير وامير. امير وامير صح صح. كنتي الصراحه مستعده يعني ديري السبوع الفوق يعني داك هو المكان اللي كنت ناقصني انا في الاول ولكن الصراحه شي ازدريس والله صدمني بهذا القرار المتبعين ما نكذبش عليكم ولكن صراحه القرار ديالي كان في محلو الصراحه معليش كاين الطريق خير الصعوبه ديال الطريق اللي كنا نهضروا في الواقع يعني واخا كنا غنتعدوا ولكن عندي وشن الفيسا ما كنتش كنشوف كنقول غير الفرحه ديال خويا والفرحه ديالو اهم من داك العذاب وداك الشيء كله ومع عيشتي انا تجي الاجواء ان شاء الله يا ربي زوينه غنديروا الخيمه وغيكون التواسع تبارك الله داك الشيء غزال. منين كتقول مرحبا واش بالجميع ولا غادي نختاروا ذهب؟ لا الجميع. وقلتي لي كاين شي وحدين من العائله ديالكم تيصايبوا الخيام وداك الشيء. اه كاينين. غيكون داك الخيام ديك الشيء مريبل. الا ما كفاناش نزيدوا ان شاء الله. ان شاء الله كاين جوج خيام الا ما كفاش هذيك نجيبوا الثانيه ان شاء الله. صافي ان شاء الله. غايجي مرحبا بي اخوتي المشاهدين ديال قناه محبوبات تي في هما اللي وقفوا معايا تنشكرهم بزاف. كنشكر خوتي اللي عاونوني ووقفوا معايا وساهموا معايا واللي بغى يجي مرحبا به. اي واحد مرحبا ومرحبا شاركوه كان قليل ولا كان كثير او خارج الوطن مرحبا بكم. الله يحفظك. مرحبا. غادي نرجعوا طريقه التصويت الوالده دابا كاينه امير وامين هي اللي اختارت بشرى وكاينه عثمان وعدنان علاه كتصوتي انت هي تصنطي لها مزيان. انا تنصوت على امير وامين وعدنان. امير وعدنان قلتيهم هات الوالده ديال بشره كاينه امير وامين. امير وامين وكاينه عثمان وعدنان ديال خويا ادريس شنو عليهم كتصوتي؟ والله الا حتى السميه ديال ادريس زوينه. شوفي ما تجيش من جهه عيالات. لا لا ولي اللي بغيتي انت والله القسم. لا شنو بغيتي الوالده؟ هادو باينين اش نقولهم؟ والله الا تعيط. المهم شوفوا بشرى انت شنو خسرتي انت التصويت غيكون عاد غادي نرجع ان شاء الله يا ربي. هاد السميات اللي قال دريس انا اللي عجبوني. ها واحد عند دريس تبارك الله ماما ودريس فاش اثنى وحبيبه احنا دينا التصويت. شنو؟ انا خويا مع اختي بشرى امير وامين تبارك الله. ها واحد لواحد غادي يبدا تتزيط صاحبي. عندك احسن شي تقولي ديك القضيه ديال خويا ولا حكا يا خنيشان رشيدة شنو خساري امير وامين يا جوج ماين هادو ادري صامين ها جوج واحد حفصه صراحه جوج مزيانين نختار امير وامين يا الوالده ثلاثه لواحد ايوا
فاطمه شنو اختاريتي؟ قولي الصراحه فاطمه. 28 الله يرحم الوالدين. ثلاثه الجوج وي شنو اختاريتي يا مولاي؟ يا ثلاثه وي ولكن دابا بالاجمال صراحه وصلنا لواحد المرحله حاسمه التعادل. اختي بشرى اختارت امير وامين، دات ثلاثه الاصوات، دات مامه وحفصه ودات رشيده. خويا ادريس اختار عثمان وعدنان، دات ثلاثه الاصوات، دات مول حسنيه وخالتي فاطمه والوالده. دابا عاوتاني غادي نرجعوا لواحد القضيه اخرى، شنو اللي يعني اللي كتعطيوه الحق يسمي، واش الراجل ولا المراه؟ بصراحه شوفوا انتم سيروا ديالنا دائما كنقولوا المراه اللي تعذبات مع الولد، يعني ديما انا براسي كان ملي كنت كنقول الدراري كيقولوا انت قولي اختي راه صحيح. دابا مالك سماها عمي، ملي قال عمي مالك عجبتني صراحه، وانا كنت سميته انا على لواحد ولد عمي كان عزيز عليا هو باقي صغير، صافي كنت كنتمنى يكون عندي ولد نسميه انا. ادريس واش تقدر تنازل على مراتك وتخلي لها تسميه؟ حيت راه ثلاثة ثلاثة دابا مازال نقدروا نستشروا في حاجة أخرى. ثلاثة ثلاثة. ثلاثة ثلاثة. ما نعاودوش. لا. واش تقدر تنازل أنت على التسمية ديالك وتعطي البشرة تسميه؟ تنازل أخويا. كاين شنو المشكل؟ صفقنا على سيدي. سي بشرى؟ لا شنو بالك؟ سي إدريس. إوا من الاعتزال. يلا صلاة سلام على رسول الله إلى جينا جسدنا محمد اللهم عز العلي. شكرا امير الهمه كلشي راه تما، امير الهمه كلشي راه تما، امين الهمه كلشي راه تما، امير الهمه كلشي راه تما، امين الهمه امير الهمه تما، امير الهمه تما، امير الهمه تما، امير الهمه. واختي بشرى مبروك عليك هاد التسمية اللي اختاريتي، حيت انتي اللي تعذبتي عليه وانتي اللي تعذبتي عليهم اختي بشرى، وانتي اللي عندك الحق تسميهم، وحنا غير عاوناك في الاسماء، وانتي الصراحة راه الام الله يسمح لنا منها اختي بشرى. امين ولدي امين. وشنو كتقولي للوالدة على الام؟ ايوا ولدي حنا اللي تنتعذبوا، حنا اللي تنهزوا 9 شهور، حنا اللي معذبين حتى يتزادوا حتى، والحمد لله اللهم لك الحمد. السيدي غنقول للوالدين والله يطلعهم ان شاء الله بعزهم ما يتعذبوا. ومبروك علينا امين، ومبروك علينا امير، الله يدخلهم علينا بالرزق. ودابا غدا ان شاء الله اختي الوالده غتمشي اختي بشرى يعني تدير لهم الجلبه ديالهم باسم امين وامير. او يعني سميه الصراحه غزالين زوينين تبارك الله. سميه تبارك الله. السؤال بشرى دابا خصك تعرفيهم، دابا تعرفي امير من امير. انا كنبقى تخلطوا لك واش دابا شكون فيهم؟ سميه امير والثاني سميه امين. اييه دابا انت خصك تميزيهم. لا عرفتيهم صافي عرفتي شكون سميتي امير، شكون سميتي امير. حتى الاضحيه ان شاء الله ملي غادي يودنوا لهم في ودنهم ودنهم هما. ان شاء الله خصك تعرفي بلي شنو قال الفقيه لمن قال امير لمن قال امين. امين ان شاء الله. حيت كاين واحد الاضحيه كتجي على حساب امير، وكاين واحد الاضحيه كتجي على حساب امين. اي ان شاء الله. وان شاء الله يا ربي الله يجعلهم ان شاء الله في الخير اختي بشرى. امين. سميت بشرى راه سبحان الله بشرى يعني بحال شي حاجه زوينه كتسمعيها. سميت بشرى الاسم ديالها المعنى ديالها يعني بشرى. بشرى تبشر بالخير للوالده، بشرى الخير ان شاء الله. والله يجعل امين وامير بشرى الخير ان شاء الله عليك اختي بشرى. والحمد لله على كل حال يعني غنفرحوا ان شاء الله ونضحكوا ونشطوا في هذا الاسبوع ان شاء الله، غنشوف مع هذا الاسبوع هو اللي بقى لنا. والحمد لله كاين اتصال، كاين قلوب زوينين، كاين محسنين كيسولوا، كاين كاين الناس سولوا الحمد لله خويا، كاين الناس اتصلوا بيا، كاين الناس المشاهدين، وكاين اخوتي المحسنين وقفوا معايا وساهموا معايا
واي واحد قال لي تخصك شي حاجه مرحبا يا خويا ادريس صوري علينا مرحبا ما يكون هي خاطرك. وكاينين ولاد الناس الحمد لله اللهم لك الحمد. وكنشكركم بزاف كنشكر ام حليمه اختي حفصه اختي رشيده خويا حسن خويا ام حسين فيش المشكله خويا عزيز وغالي تحيه لكم كاملين والله لك كنشكركم بزاف اختي معايا الله يسلمك. عطوني شي صلاه وسلام على امين وامير في الخاتمه باش نهيو هذا الفيديو ان شاء الله يا ربي. صلاه وسلام على رسول الله وصلى على سيدنا محمد الله معجل عليه. يلا باي باي لكم متابعين ان شاء الله اسبوع كله فرح وكله نشاط مع اختي بشرى وسي امير وامير.